كابتن الشناوي. الشناوي في حراسته المرمى النادي الاهلي، واتكلم اعتقد اكتر من مره الفتره اللي فاتت، وقال انا مش باي ثمن هسيب النادي الاهلي، واتعرضت عليا فلوس كتيره جدا عشان امشي من النادي الاهلي، ما حبيتش امشي من النادي الاهلي. كانت النتيجه ايه؟ النتيجه النهارده اهو بعد الماتش الاخير، الشناوي بيتصدر قائمه حراس مرمى الكره المصريه في تاريخها في الحفاظ على شباكه نظيفه بعدد مباريات متتالي. هو ده جزء من هذا المجد اللي هيفضل دايما وابدا الشناوي فخور بيه ومعتز برقمه. محمد الشناوي عنده 24 كلين شيت، 24 مباراه على التوالي بدون او بشباك نظيفه. ده رقم قياسي مصري محدش عمله، مش على التوالي. 24 مباراة شارك فيها بالظبط، شارك فيها في الموسم، هم 6 على التوالي من 2019 و 2020. الإحصاء شمل لقاء الزمالك اللي انسحب فيه وانفرد عمليا لو خرج بشباكه في مباراة واحدة جاية. شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي الذي انتقل، لا هو في نقطة خلافية هنا بس الناس عايز تفهمها. هو في ناس ما حسبتش ماتش الزمالك بتاع الانسحاب، ايوه، فده ماتش برضه كلين شيت لانه 2-0 اتحسب، لانه فاز فيه الاهلي 2-0. هو مش ذنب الاهلي ان في ماتش انسحاب، صحيح. فهم 24 مباراه، هو خلاص حقق الرقم. شريف اكرامي عنده 23 مباراه. حسن علي حارس الترسانه الكبير في موسم 74 75 عنده 21 مباراه. كابتن اكرامي الكبير في موسم 74 75 عنده 21 مباراه. عصام الحضري في موسم 2005 2006 عنده 21 مباراه. حسين السيد حارس الزمالك في موسم 91 92 عنده 20 مباراه. احمد شوبير في موسم 95 96 عنده 18 مباراه. 18 مباراه يا ابو الكباتن، خمسه من ابناء الاهلي. مصطفى شوبير هيضرب رقم احمد شوبير. ياخد فرصه هيقول لابوه لا اركن انت بال 18 بتاعك. بص، هو ابناء الاهلي خمسه من سبعه باستثناء الكابتن رحمة الله عليه حسن علي والكابتن حسين السيد، هم في قائمة الكلين شيت اللي هو من 18 ل 24. ودي قيمة حراسة مرمى النادي الأهلي. دايما وأبدا مرمى النادي الأهلي ينجب العمالقة باستمرار في كل العصور. حارس مرمى النادي الأهلي هو مش بس حارس مرمى منتخب مصر، بالعكس دايما وأبدا عنده فرص للتميز. المهندس عدلي اشار ان قائمه السبعه عظماء المرمى السبعه على مستوى تاريخ الكره المصريه بينهم خمسه اهلاويه في نظافه الشباك، خمسه من سبعه. فكل التهنئه لمحمد الشناوي ومزيد من التالق وتكسير الارقام ان شاء الله.